أعتقد معظمنا سمعنا عن آل كابون بطريقة أو بأخرى. هذا الإنسان كان ولا زال أشهر رجل عصابات على مر التاريخ، الرجل اللي كان ملك مدينة شيكاغو بدون تاج، أقوى رجل عصابات مر على هذه المدينة في تاريخها، وربما يكون الأقوى في تاريخ أي مدينة. فخلونا نشوف فيديو اليوم تاريخ آل كابون ونعرف الأحداث المثيرة اللي قادته لمفاتيح القوة والثروة، وكيف كانت نهايته مؤسفة ومأساوية بالنسبة للشخص اللي عاش معظم حياته كأقوى رجل عصابات في التاريخ. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. اليوم موضوعنا عن واحد من أكثر الشخصيات المشهورة في التاريخ، زعيم عصابات المافيا العظيم ألفونسو كابون، واللي يختصر اسمه لآل كابون، أو البعض يسميه بالعربي آل كابوني. اللي ألهمني أني أسوي عنه فيديو اليوم هو كتاب صوتي مر علي في تطبيق ستوري تيل، التطبيق اللي خبرتكم عنه في فيديو سابق واللي رجعوا مرة ثانية عشان يقدموا لنا رعايتهم لفيديو اليوم. تطبيق ستوري تيل هو وبدون منازع أحسن تطبيق عربي للكتب الصوتية، ومع ذلك بتحصل فيه بعد كثير من الكتب باللغة الإنجليزية، آلاف الكتب اللي ممكن تختارها في كل المجالات اللي تفكر فيها. والحين عندهم عرض رهيب جدا، تقدرون تسجلون وتحصلون 30 يوم مجانا، يعني تقدروا تقضون شهر رمضان كله وانتوا تستمتعوا بالكتب الصوتية الجميلة اللي عندهم مجانا. هذا العرض لفترة محدودة، فالحين هاي فرصة مميزة عشان تنزلوا التطبيق وتجربونه. الكتب الصوتية من أحسن الطرق لتقضية الوقت، سواء للتسلية أو للتعلم، والحلو أنك تقدر تسمع وانت تسوى شغلة ثانية، تقدر تسمع وانت تسوق، تقدر تسمع وانت تتمرن، تقدر تسمع وانت تسوي اشغال البيت، تقدر تسمع وانت تسوي اي شيء. والتطبيق نفسه فيه كثير ميزات حلوه، مثل انك تقدر تحط ايقاف تلقائي للقراءه لو كنت حاب تسمع قبل ما تنام مثلا، تقدر تحط علامه تحفظ لك المكان اللي كنت فيه وتكتب عليها ملاحظات، تقدر تسرع القراءه، وطبعا اهم شيء انك تقدر تنزل الكتب وتسمعهن اوفلاين بدون نت. فيعني كثير من الميزات اللي تخلي التطبيق هذا أداة مميزة جدا وممتازة لسماع الكتب الصوتية. واللي تقدر تسواه بعد هالفيديو انك تروح وتسمع كتاب آل كابون. هذا الكتاب فيه أحداث كثيرة أنا ما راح أذكرها هني، فبيكون مكمل ممتاز لهالفيديو. فالعرض الحين شغال 30 يوم مجانا، تقدر تسمع لكل شيء في التطبيق كأنك مشترك فيه وتقدر تجربه بشكل كامل، فلا تفوت هالفرصة. رابط التطبيق موجود تحت ومتوفر على كل الأجهزة. طيب نرجع لموضوعنا. آل كابون كان من صغره وهو تبدو عليه علامات أن مستقبله بيكون مختلف عن أي طفل ثاني، لكن كانت نشأته إلى حد ما عادية جدا. عائلته طبعا كانت من أصول إيطالية مثل معظم أفراد عصابات المافيا، لكن أهله انتقلوا للحياة في أمريكا سنة 1894، انتقلوا لمدينة نيويورك بالتحديد. آل كابون بعد ما كان مولود في وقتها، انولد هناك في نيويورك سنة 1899. عائلة آل كابون كانت عائلة كبيرة إلى حد ما، كان عنده 6 إخوة وأختين، والإخوة بالذات راح يلعبون دور مهم في حياته كرجل عصابات، لأن المافيا الإيطالية دائما عبارة عن عائلات يقدمون العائلة على أي شيء ثاني، إلى حد ما طبعاً، لأن الأخ الأكبر واللي كان اسمه ريتشارد بيصير ضابط شرطة وبيتخلى عن اسم عائلته اسم كابون عشان يفصل نفسه عن أخوه آل كابون وأخوته الثانيين اللي سلكوا طريق العصابات والإجرام. المهم آل كابون من يوم ما كان صغير وهو ظاهرة عليه علامات إن هذا الولد شخص مختلف، من يوم ما كان صغير وهو مسوي عصابة مع الأولاد الثانيين في حيهم عشان يضربون أولاد الأحياء الثانية. طبعا هم حيهم كان كله عبارة عن عائلات من أصول إيطالية، فيعني كان حي إيطالي، وكانت دائما بينهم وبين الأحياء الثانية مشاكل، خاصة الأحياء الإيرلندية اللي فيها عوائل من أصول إيرلندية، فكان دائما في مشاكل بين الإيطاليين والإيرلنديين سواء على مستوى الأحياء ولا حتى على مستوى العصابات. واحدة من المواقف اللي تذكر له لما كان صغير إنه في مرة في عجوز في حيهم سرقوا منها الأولاد الإيرلنديين لوح غسيل ملابس، فراح آل كابون الصغير وجمع عصابته من أولاد الحي وقادهم عشان يستعيدون لوح الغسيل من الأولاد الإيرلنديين، يعني راحوا لهم لحيهم لعقر دارهم، وفعلا قدرنا يرجع اللوح للعجوز
وسوى كذا مثل الموكب في الحارة يتفاخر فيه بنفسه وبإنجازه قدام الكل. فكان من صغره عنده مهارات القيادة، بس المشكلة إنه بعد كان يحب الظهور، يحب التفاخر، فهذه كانت واحدة من الأشياء اللي بتطيحه في مشاكل كبيرة في المستقبل. واحدة من المواقف اللي تذكر له لما كان صغير بعد، واللي كانت نقطة تحول كبيرة في حياته، إنه لما كان عمره 14 سنة ضرب مدرسته، ما أدري صارت بينه وبينها مشكلة ومناوشات، وعصب وقرر ينزل عليها ضرب شديد يعني. فمن بعد هذه الحادثة تم طرده من المدرسة، وخلاص هاي كانت نقطة تحول كبيرة في حياته. بعد ما انطرد راح لأمه وأبوه وقالهم شوف أنا ما مال دراسة، أنا أريد أعيش في الحياة الواقعية، أريد أبدأ أشتغل وأبدأ أكون نفسي، الدراسة هذه شيء مبحكي. أمه وأبوه ما كان عاجبينهم الشيء طبعا، بس ما كان بإيدهم في شيء وقتها، يعني هالولد خلاص اللي يحطه في راسه يسويه. ولازم تفهمون شيء بعد، العائلات الإيطالية بشكل عام ذاك الوقت كانوا يعاملون على أنهم طبقة أقل من المجتمع، يعني حتى حيهم كان يعتبر حي من الأحياء الفقيرة إلى المتوسطة، ما أنهم كانوا مرة فقراء ومعدومين، بس بعد ما كانوا ذاك الزود يعني. في الجانب الآخر أعلى التل كانت المناطق الراقية، المناطق اللي ما مسموح لأفراد عائلة كابون وأمثالهم من المهاجرين الإيطاليين وغيرهم، ما مسموح لهم حتى إنهم يدخلوها. هذه المناطق اللي يعيشون فيها العائلات النبيلة، العائلات الثرية، مثل عائلة روكفلر. جون روكفلر إذا تذكرونه تكلمنا عنه في فيديو أغنى الأثرياء في التاريخ. روكفلر هذا كان ملك النفط في أمريكا، ويعتبر أغنى رجل في العصر الحديث بدون منازع. فآل كابون كان يشوف مثل هذيل الأثرياء وتاخذ الأحلام، يقول ليش أنا مش مثلهم؟ ليش هم بس اللي عندهم كل هذه الثروات والأموال؟ أريد أصير مثلهم. فحط في راسه إنه خلاص بيوصل لهالهدف بأي طريقة كانت، بيصير رجل ثري ويثبت مكانته في المجتمع. ففعلا ترك آل كابون الدراسة وعمره 14 سنة وبدأ يشتغل في أعمال عادية هنا وهناك، يجرب الحياة، اشتغل في مكتبة، اشتغل في مصنع، اشتغل في مطعم، لكنه ما كان يثبت على شغله، كان إما أنه ينطرد بسبب طبائعه الحارة والعنيفة، أو أنه يترك الشغل بعد فترة بعد ما يمل منه. لكن واحدة من الأشغال اللي طاح عليها كانت عبارة عن حارس لبار اسمه هارفارد إن. هذا البار كان ملك لشخص أو لرجل عصابات اسمه فرانكي ييل. فرانكي ييل هذا كان هو الباب اللي دخل من خلاله آل كابون لعالم العصابات والجريمة المنظمة، واسمه راح يتكرر معانا في القصة فتذكروه، فرانكي ييل. المهم خلال شغل آل كابون في هذا البار اللي يملكه فرانكي ييل صار له موقف ترك أثر كبير في حياته، حرفياً أثر كبير، أثر كبير في وجهه. واحدة من ألقاب آل كابون اللي عطته هيبة كبيرة كان لقب سكار فيس، واللي معناه وجه الندبة أو صاحب ندبة الوجه، لأن آل كابون كانت عنده ندبتين كبار على الجانب الأيسر من وجهه. كانت هذه الندب عبارة عن آثار جروح سببها له واحد من الأشخاص خلال شغله في البار لما كان عمره 18 سنة. اللي صار هو أن صاحبنا آل كابون شاف وحدة في البار، بنت اسمها لينا، وأعجب فيها، فحاول يتقرب منها ويتغزل، حاول المرة الأولى وما ضبطت وياه، فرجع وحاول مرة ثانية، وهالمرة قال كلمة بذيئة شوي، يعني قالها بما معناه عزيزتي عندك خلفية جميلة، وأقصد هالشي كإطراء، كلمات أبذأ من هاي طبعا، وقالها العبارة بصوت عالي لدرجة أن كل اللي حوالينهم سمعوها. فهاي البنت كان وياها أخوها، وأخوها لما سمع هالعبارة من آل كابون عصب عليه وقام وطلع له سكين، وبدت ضرابة حامية ما بينهم. خلال هاي الضرابة الأخ جرح آل كابون بثلاث جروح، جرح في رقبته وجرحين في وجهه على الجانب الأيسر، وهذه الجروح تركت ندب دائمة على وجه آل كابون راح ترافقه لبقية حياته وراح تعطيه لقب سكار فيس، اللقب اللي بالمناسبة كان يكرهه آل كابون، حتى مرات كان يحط على وجهه بودرة عشان يخبي الندب، ودائما يفضل انه يتصور من الجانب الأيمن، وحتى لما ينسأل عن الندب هذه كان يقول انها آثار جروح صارت له
في الحرب. المهم خلال هذه الفترة اللي اشتغل فيها آل كابون في البار كان يعتبر واحد من أفراد عصابة فرانكي ييل، وكان يسوي أعمال إجرامية بسيطة هنا وهناك يعني على الخفيف. لكن بعدين خلال هذه الفترة انضم لعصابة ثانية، انضم لعصابة اسمها Five Points Gang. هذه العصابة كانت بقيادة شخص اسمه جوني توريو. جوني توريو هذا من أهم الأشخاص في حياة آل كابون. هذا الإنسان هو المعلم والقائد بالنسبة له، وآل كابون بعدين راح يصير يده اليمنى وراح يصعدون سلم القوة والثروة مع بعض، لحد ما في النهاية آل كابون بيورث منه إمبراطوريته الضخمة. فتذكروا هالاسم زين، جوني توريو. لما انضم آل كابون لجوني توريو وعصابة فايف بوينت بدأ يسوي أعمال إجرامية أكبر ويستخدم العنف بشكل أكثر. خلال هذه الفترة صار محترف في استخدام السكاكين والمسدسات والأسلحة بشكل عام، وكانت أموره ماشية تمام ويا عصابته الجديدة. لكن بعدها لما وصل لعمر 19 سنة صار تغير كبير في حياته. آل كابون حب بنت اسمها ماي كوفلين، وقرر انه يتزوجها مع ان هاي البنت كانت من اصول ايرلندية، ومثل ما قلنا الايطاليين والايرلنديين كانت دائما بينهم مشاكل، بس الحب وما يفعل. المهم خلال فترة بسيطة جاب منها ولد الاول ألبرت، وهني دخلت حياة آل كابون لمنعطف جديد، وقرر انه يبتعد عن حياة العصابات. يعني حس انه صار رجل عنده عائلة ومسؤوليات، وقرر انه يحاول يعيش حياة مستقيمة، قرر يجرب الحياة النزيهة لفترة. وفعلا انتقل هو وعائلته الصغيرة زوجته وولده لمكان جديد بعيد عن حيهم القديم، واشتغل لفترة كمحاسب في واحدة من الشركات الصغيرة. وكانت الامور هادية خلال هذه الفترة البسيطة، لكن شخص مثل آل كابون مستحيل تنكتب له حياة هادية او عادية، مستحيل. اللي صار بعدها بفترة مش طويلة هو ان ابوه مات بسكتة قلبية. فبطبيعة الحال رجع آل كابون لمنطقة بروكلين اللي كانوا عايشين فيها اهله عشان يحضر الجنازة. لكن لما شاف وضع اهله وعرف ان موت ابوه راح يعيشهم في حالة صعبة جدا، عرف انهم محتاجينه أكثر من أي فترة مضت. بالنسبة لآل كابون العائلة شيء مقدس، مستحيل يخليهم يعانون ويرجع هو لزوجته وولده ويعيش حياته العادية الهادية ولا كأنه شيء صاير. مستحيل يتخلى عن أمه وإخوانه وأخواته الثمانية وهم محتاجين له. ومع أنه ما كان الأخ الأكبر، كان الرابع، لكنه حمل على عاتقه أنه يساعد عائلته في هذا الوقت الصعب اللي قاعدين يمرون فيه. بس في نفس الوقت شغلته الصغيرة كمحاسب والراتب القليل اللي حصله ما راح يكفي عائلته الصغيرة والكبيرة في نفس الوقت، كان لازم يحصل طريقة مختلفة. وهني ما حصل قدامه طريق غير انه يرجع مرة ثانية للعصابات والأعمال الغير قانونية. الحلال ما يوكل عيش. طبعا آل كابون لما قرر انه يرجع لأعمال العصابات على طول راح عند القائد والملهم الكبير جوني توريو، واللي بدوره رحب بعودته وكان سعيد فيها. جوني توريو وقتها كان يشتغل تحت راية زعيم مافيا كبير اسمه بيج جيم كوليسيمو. بيج جيم هذا كان يعني زعيم من العيار الثقيل، خلاص من الناس اللي في القمة. أعمال اللي كان شغال فيها كانت أعمال متركزة في مجالات القمار والدعارة في مدينة شيكاغو. فجوني توريو انتقل لمدينة شيكاغو عشان يشتغل عند بيج جيم، وقدم دعوة لآل كابون إن أيضا ينضم له وينتقل من نيويورك لشيكاغو. وفعلا آل كابون حزم حقائبه وخذ معاه زوجته وولده وانتقلوا لشيكاغو، المدينة اللي بيبني فيها تاريخه وكل أمجاده. آل كابون كان اليد اليمنى لجوني توريو، وجوني توريو كان أيضا اليد اليمنى لزعيم المافيا الكبير بيج جيم كوليسيمو. أعمال العصابة كانت تتوسع بشكل كبير، والفضل الرئيسي كان يرجع لجوني توريو وآل كابون وأساليبهم القوية والسريعة في إدارة العمليات وحل أي مشاكل تواجههم بسرعة وبعنف طبعا. ومثل ما قلت لكم معظم أعمال عصابة بيج جيم كانت متركزة في مجالات القمار والدعارة، لكن في سنة 1920 أمريكا صار فيها قانون جديد، قانون راح يغير كثير من الأمور وراح يفتح على العصابات باب جديد يحققون منه أرباح كبيرة. في سنة 1920 صدر قانون يمنع الكحول والخمور في أمريكا
بشكل كامل. يعني الكحول والخمور صارت تعتبر مواد ممنوعة حالها مثل حال المخدرات. صح ان الناس والمجتمع كانوا متساهلين فيها اكثر بشكل عام، لكنها قانونيا كانت ممنوعة، خلاص ما صار في اعمال تجارية ممكن تشتغل فيها بشكل رسمي. صار ما في طريقة عشان تتوفر الخمور الا عن طريق الاعمال الغير قانونية والعصابات. فعلى طول هني جوني توريو شاف الفرصة وقال لازم ندخل في هالمجال ونكون سباقين في الاستحواذ عليه. لكن المشكلة ان الزعيم الكبير بيج جيم كان رافض الفكرة وقال له انا مكتفي بالاعمال اللي عندي، اعمال القمار والدعارة، وقاعد ادخل منهم ثروة كبيرة وما محتاج ادخل نفسي في مجال ثاني ممكن يجيب لي مشاكل اكثر. يعني شكله بيج جيم بدأ يشيب على اعمال العصابات، او على الأقل ما كان مستعد يوجع راسه ويدخل في مجالات جديدة. بعدها بفترة قصيرة آل كابون فتح نفس الموضوع مع جوني توريو، راح له وقال له يا أخي الحين ما تريدنا ندخل في مجال توريد الخمور وتوزيعها؟ فرصتنا الحين بما أنها صارت ممنوعة والطلب عليها أكبر وأسعارها أغلى. قال له جوني توريو والله ودي، لكن يعني فتحت الموضوع مع بيج جيم ورفض السالفة رفض تام، ورفض حتى اني اناقشه فيها. فقعد آل كابون يفكر شوي وبعدين دق صدره وقال له خلاص الموضوع عندي. قال له جوني توريو شو بتسوى؟ قال له آل كابون بصفي بيج جيم وانت بتاخذ مكانه. حتى جوني توريو في لحظتها انصدم، يعني قال هذا الانسان مو بصاحي يريد يصفي او يقتل زعيم العصابة الكبير، زعيم عصابتهم. يعني ما كان يتوقع انه آل كابون مستعد يوصل لهالمواصيل. بيج جيم هذا واحد من أكبر زعماء المافيا، شخص خطير ما ينفع تلعب معاه. لكن لما جوني قعد يفكر في الموضوع وبدأ يتخيل مكانته وكيف بيكون لو كان زعيم العصابة والمسيطر على المدينة، كل هالخيالات خلت الفكرة جدا مغرية بالنسبة له. وفعلا عطى آل كابون الضوء الأخضر عشان يبدأ عملية اغتيال الزعيم بيج جيم. آل كابون ما سوى العملية بنفسه، وإنما راح ووظف خدمات زعيم السابق فرانكي ييل، إذا تذكرونه صاحب البار اللي اشتغل فيه آل كابون لما كان عايش في نيويورك. وفعلا فرانكي ييل وأفراد عصابته نفذوا العملية المطلوبة بشكل متقن، وقدروا أنهم يصفون الزعيم الكبير بيج جيم في يوم 11 مايو سنة 1920. بعد موت بيج جيم على طول جوني توريو تولى زمام الأمور وصار الزعيم الجديد. هو كان الرجل الثاني في العصابة وكان كل شيء جاهز ومرتب عشان يستحوذ على مكان الزعيم السابق. وبين ليلة وضحاها صار جوني توريو هو أقوى رجل في شيكاغو. وطبعا بما أن آل كابون كان يد اليمنى فهو بطبيعة الحال بيكون ثاني أقوى رجل في شيكاغو، مع أنه كان عمره وقتها 21 سنة بس، 21 سنة وكان أقوى ثاني رجل في شيكاغو. عصابة جون توريو وآل كابون كان اسمها عصابة أوتفيت جانج. طبعا صح انهم كانوا أكبر عصابة في شيكاغو، لكن بعدها ما كانت لهم السيطرة المطلقة على كل مناطق المدينة. شيكاغو مدينة كبيرة وكان فيها كثير من العصابات والأطراف اللي تتنازع عليها. شيكاغو في هذيك الفترة يمكن شهدت أكبر فترة دموية في تاريخها، صراعات ما توقف بين أفراد العصابات وكل واحد يحاول يفرض هيمنة وسيطرة أكبر على المناطق المختلفة. مع ذلك مع كل هذا العنف جوني توريو كان يريد يتوجه للجريمة المنظمة أكثر. هذا أسلوب عصابات المافيا، البزنس يجي قبل العنف، فكان دائما يحاول يهدي من نزعات آل كابون العنيفة ويحاول يعلمه يتعامل مع الأمور بطريقة دبلوماسية أكثر. كان يريده يشغل عقله أكثر من قبضته، ما يلجأ للعنف على طول إلا لما يكون هذا هو الحل الأخير. وفعلا آل كابون تعلم كثير من هالأشياء، التفكير بحكمة والتفكير بعقلانية، من زعيمة جوني توريو. ومثل ما كان مخطط دخلت العصابة بقوة في مجال تصدير الخمور وتوزيعها. صار هذا المجال هو أكثر مجال مربح بالنسبة لهم، وصار آل كابون يستخدم وسائل حكيمة أكثر في التعامل مع المشاكل. ما صار على طول يروح ويلجأ للعنف، صار يلجأ للتفاهم أكثر، وكثير من التفاهم هذا كان على شكل رشاوة. كثير من المسؤولين والشرطة في شيكاغو كانوا فاسدين ويقبلون الرشاوة، وحتى اللي ما يحب انه يرتشي وعنده شوية ضمير على الاغلب بيخاف وبيرضى في النهاية انه ياخذ الرشوة، على الاقل يطلع بشيء احسن من لا شيء. وهالشيء خلى عصابة جوني توريو وآل كابون يفرضون سيطرة اكبر على المدينة وعلى مجال تصدير وتوزيع الخمور الممنوعة بالذات. مع ارتفاع مكانة آل كابون السريعة بدت تصير عنده عادة سيئة،
صارت عنده عادة حب الظهور، ما كان يريد الناس يشوفونه كشخص مجرم وراعي عصابات وبس، كان يريد يظهر بمظهر المشهور ويتفاخر بنفسه قدام الناس ويتفاخر بثروته ومكانته. وطبعا لواحد يشتغل في مثل مجاله هالشيء غلطة كبيرة. كان دائما يحب يلبس أفخم البدلات والمجوهرات. من أشهر الأشياء اللي كانت عنده كان خاتم ألماسي قيمته 50,000 دولار يلبسه على صبعه الخنصر. فكان إنسان يحب الظهور ويحب يستعرض ثروته، يحب لما يطلع أنه يظهر بمظهر الزعيم الثري العظيم، وهالشيء طبعا جذب الأنظار له أكثر من اللازم. ومع اتساع أعمال عصابته أكثر زادت عليه التهم، وكل ما صارت جريمة يتهمونه فيها كان يطلع ويسوي مؤتمر صحفي عشان ينفي التهم عن نفسه، بس لأنه يحب الظهور، يحب يتفاخر بنفسه ويحب انه يعني يطلع كذا قدام العامة وقدام الناس. طبعا هو كان يحاول يخفي بعض الاشياء، يعني مثلا على العلن كان يتظاهر انه تاجر عادي عشان يخبي على اعماله الاجرامية واعماله غير القانونية. فكان فاتح محلات اثاث تشتغل كواجهة رسمية لاعماله الغير قانونية، ومع ان الكل كانوا عارفين ان هذه مجرد واجهة مزيفة، لكن ما حد كان قادر يتكلم، يا اما انهم يكونون خايفين يا اما انهم يكونون مرتشين، ما حد يقدر ينطق بشيء او يتكلم ضده باي شيء. واللي ساعده وحسن سمعته بعد انه كان شوي متقمص دور روبن هود، الشخص اللي يساعد المحتاجين والفقراء، كان دائما يوزع فلوسه على الناس الاقل حظا، وين ما راح لمطعم او لبار او غيره اعرف ان اللي شغالين في هالمكان راح يحصلون اكراميات اكثر من رواتبهم في شهر كامل. فيعني كان مشهور عنه انه كريم، بس على الاغلب انه كان يسوي كل هالاشياء عشان المظاهر، وبعد لانه فلوسه زايده فليش لا. فكان كثير من الناس بس يشوفون الجانب اللطيف هذا منه، بس حتى هالناس على الاغلب عارفين عن طبيعته الاجراميه. استمر آل كابون مع زعيمه جون توريو في تكبير حجم اعمال عصابتهم، ووصل دخلهم الشهري لاكثر من 100 مليون دولار من اعمالهم المختلفه في مجال تصدير وتوزيع الخمور الممنوعه وأيضا مجالات القمار والدعارة. 100 مليون دولار، بس هذا الكلام قبل 100 سنة، تعرف كم هالمبلغ يساوي اليوم؟ تقريبا 1,300,000,000 دولار. لكن مع كل هالأرقام الضخمة هذه بس كانت مجرد بداية إمبراطورية آل كابون. بعدها بفترة جوني توريو قرر انه يتوسع اكثر، خاصة على المناطق الريفية حوالين شيكاغو، خاصة انه في وسط المدينة بدت الحكومة والشرطة يشددون قبضتهم عليهم أكثر شوي. أما المناطق الريفية حوالي المدينة فكان أسهل التحكم فيها بكثير، وكان في أيضا عدد كبير من الناس ساكنين فيها، فيعني فيها كثير من الأرباح عشان تجنى، وأيضا ممكن تكون مناطق مريحة أكثر عشان يجذبون لها الناس حتى من المدينة، مناطق ما راح تضايقهم فيها الحكومة الفيدرالية بشكل كبير. وهذا التوسع للمناطق الريفية راح يكون مفتاح ثروات هائلة وجديدة فوق الثروة اللي هم اوريدي كانوا محصلينها. في هذيك الفترة بعد قرر آل كابون انه ينقل عائلته الكبيرة، امه واخوانه واخواته، ينقلهم من مدينة نيويورك لمدينة شيكاغو عشان يعيشون معاه، وفعلا نقلهم لبيت كبير وفخم وعيشهم احلى حياة. وبعد ايضا اشرك اخوانه الاثنين اللي اكبر منه رالف وفرانك في عمليات العصابة، وصاروا مساعدينه بشكل مباشر، صاروا هم ذراعه اليمين وذراعه اليسار، وصار يعتمد عليهم في كثير من الامور. بعدها في سنة 1923 بدأ الطمع والحسد يكبر اكثر، خاصة من طرف العصابات الثانية، كانوا هم بعد يريدون حصة اكبر من الكيكة، خاصة في مجال توزيع الخمور الممنوعة. ومع محاولات توسع للعصابات الثانية هذه ودخولهم على مناطق عصابة اوتفيت، عصابة آل كابون وجون توريو، صارت اعمال عنف كبيرة في شيكاغو ما بين هالعصابات. هذيك السنة سنة 1923 كانت من اكثر السنين الدموية تاريخ شيكاغو كله، صارت فيها ما يعرف باسم حروب البيرة، عمليات مسلحة في كل مكان، اغتيالات، قنابل تنفجر هنا وهناك، صراعات مستمرة بدون توقف وسفك مستمر للدماء. لكن النهاية كانت واحدة، أعداء جوني توريو وآل كابون كانوا هم الطرف الخاسر دائما. في سنة 1924 أخيرا هدت الأمور شوي وصارت مستقرة، وجوني توريو وآل كابون صاروا محكمين السيطرة على الأمور بشكل ممتاز. الأمور هدت لدرجة أن جوني توريو
قرر انه يرجع لإيطاليا لفترة عشان يعتني بأمه المريضة، وترك الأمور تحت إدارة آل كابون بشكل مطلق، مع أن آل كابون فعليا كان هو القائد لمعظم الأشياء والعمليات اللي تصير على الأرض، بس هالمرة فعليا كان هو القائد المطلق وأقوى رجل في المدينة. خلال هذيك الفترة تقول التقديرات أن تقريبا 60% من المسؤولين وقوات الشرطة في شيكاغو كلهم كانوا في جيب آل كابون. 60% كان هذا الرجل يعني مسيطر سيطرة مش طبيعية على المدينة، فرض نفوذه في كل مكان وعلى كل حد. وطبعا عشان يستمر هالشيء كان دائما لازم يكون متأكد أن نتائج الانتخابات تروح لصالح المسؤولين اللي اوريدي في جيبه. تخيل ان البجاحة وصلت فيهم لدرجة ان اخوانه فرانك ورالف كانوا يروحون عند لجان الانتخابات ويلعبون بالاصوات على كيفهم، يحطون اصوات مزورة، يرشون الناخبين، يهددونهم، يبدلون الصناديق بكبرها، يسوون اي شيء في راسهم وما حد يقدر يتكلم. الناس اما انهم يكونون خايفين اما انهم يكونون مرتشين، ما كان في خيار ثالث. اذا كان في خيار ثالث هذيلة على طول دواهم الموت. لكن أحداث الانتخابات هذه ما انتهت على خير، كثير من الناس كانوا عندهم غضب كبير من اللي حاصل، فراحوا لقاضي اسمه إدموند جيركي وطلبوا منه أنه يحل الموضوع، يعني يشوفوا لهم حل المشكلة هذه، كيف الانتخابات يلعبون فيها بهالطريقة. فهذا القاضي أمر 70 رجل من رجال الشرطة أنهم يتوجهون لبلدة سيزروس بشكل متخفي، يعني في ملابس مدنية أو ملابس عادية. بلدة سيزروس هذه كانت واحدة من المناطق النائية اللي سيطرت عليها عصابة آل كابون سيطرة تامة، كانت واحدة من معاقلهم، وكانوا إخوانه إخوان آل كابون يعيثون فيها فسادا على كيفهم، يعني لاعبين فيها بالانتخابات لعبة، صايرة أعمال عنف وشغب كبيرة بسبب اللي قاعدين يسوونه هناك. رجال الشرطة المتخفين هذه دخلوا البلدة بملابسهم العادية وتوزعوا على أماكن مختلفة منها عشان يحدون من أعمال الشغب. وقدام واحدة من لجان الانتخابات الشرطة لمحوا فرانك كابون الأخ الأكبر لآل كابون، وما كان فرانك بروحه، كان ماشي ومعاه جماعة صغيرة من عصابتهم كذا، يعني كم شخص منهم. فبدوا الشرطة يتبعونهم ويراقبونهم عشان يشوفوا إذا راح يسوون مشكلة ولا أعمال شغب ولا شيء من هالقبيل. لكن على ما يبدو أن فرانك والجماعة اللي معاه لاحظوهم وحسبوا انهم افراد من عصابة ثانية ناويين يهجموا عليهم. ففرانك والجماعة اللي معاه طلعوا مسدساتهم وعلى طول بدوا يطلقون النار على افراد الشرطة المتخفين، وفجأة طلع لهم جيش من رجال الشرطة اللي كانوا قاعدين في سياراتهم حوالين المنطقة وامطروا عليهم سيل من الرصاص واعدموهم في مكانهم. مات فرانك كابون وكان موته واحدة من الاشياء اللي سوت تغيير كبير في حياة آل كابون. موت اخوه الكبير بهالطريقة أثر عليه جدا. طبعا ما كان يقدر ينتقم له بشكل مباشر لأنه ما في حد معين أطلق عليه النار وقتله، وأيضا في النهاية هذيلا كانوا رجال شرطة، شو بيروح يقتل رجال الشرطة؟ راح يسوي لنفسه مصيبة كبيرة لو سوى هالشيء. بس الغضب هذا اللي كان داخله كان لازم يتفرغ في شيء، وفعلا آل كابون تحول مرة ثانية للشخص عنيف جدا جدا من بعد موت أخوه. يعني كان لفترة يحاول يتبع تعليمات زعيمه جون توريو ويكون اهدى في تعامله مع الامور والمشاكل، لكن بعد موتة اخوه رجع للعنف بشكل اقوى حتى من السابق. واحده من المواقف على سبيل المثال صارت بينه وبين رجل ايرلندي مشكله في واحده من البارات. هذا الرجل الايرلندي ايضا كان يعني ثق رجل عصابات وكان يريد يتسلف، يريد ياخذ قرض من واحد من رجال آل كابون. فلما تابع آل كابون هذا رفض انه يعطيها القرض، راح الإيرلندي اللي كان اسمه هاورد بالمناسبة راح وضربه، راح ضرب تابع آل كابون. فلما آل كابون شاف تابعه وهو مضروب قال له سلامات شو حاصل؟ قال له والله كذا كذا في واحد ضربني. فاللي صار بعدها ان آل كابون خذ الموضوع على عاتقه انه يروح بنفسه للرجل الإيرلندي هذا اللي اسمه هاورد ويأدبه على اللي سواه بتابعه. فطلب آل كابون من رجاله انهم يحددون موقع الرجل هذا، الرجل الايرلندي اللي اسمه هاورد، ولما حددوا رجاله موقعه كان قاعد في بار. فآل كابون راح بنفسه للبار هذا ودخل على الرجل الايرلندي هذا اللي اسمه هاورد وطلب منه تفسير للي سواه بتابعه. فهاورد عطاه آل كابون نظرة استحقار وقال له انت مجرد
وقال له انقلع. فصاحبنا آل كابون يعني استغرب يعني انه واحد صعلوك مثل هذا يهينه بهالطريقة، فما سوى له سالفة، طلع على المسدس وعطاه طلقة في الراس قدام عدد كبير من الشهود اللي كانوا موجودين في البار. لهالدرجة يعني كان آل كابون ما هام منه الوضع، عادي يقتل قدام الناس ولا اي شيء هام منه، كان واثق من نفسه انه ما حد يقدر يمسه في هالمدينة. وفعلا سبحان الله كل هذيل الشهود فجأة صار عندهم فقدان في الذاكرة لما الشرطة جو يحققون في الجريمة، ولا واحد منهم قدر يتذكر الأحداث اللي صارت، كلهم فجأة صارت عندهم أمنيجيا، كأنهم ما شافوا الأحداث، ما شافوا رجل ينقتل قدامهم. ما كان حد يقدر يتكلم على آل كابون، المدينة هذه كانت كلها في قبضته بشكل كامل. مثل ما قلنا معظم الناس يا أنهم يكونون خايفين يا أما أنهم يكونون مرتشين، الخيار الثالث أنك تكون ميت، هذا الخيار الثالث. بعدها بفترة قصيرة رجع الزعيم الكبير جوني توريو من إيطاليا، ولما شاف الأوضاع وعرف اللي صار على آل كابون وأنه رجع للعنف وبقوة، حاول مرة ثانية أنه يرجعه لجادة الصواب ويهدي من نفسه. رجعت جوني توريو في هذيك الفترة كانت شيء جيد للجميع، الله أعلم شو كان بيصير وشو الأشياء المجنونة اللي بيسويها آل كابون لو استمر في موجة غضبه اللي سببها موت أخوه. هدت الأمور لفترة، لكن بعدها بأقل من سنة وبالتحديد في سنة 1925 كانت في محاولة لتصفية الزعيم جوني توريو من قبل عصابة ثانية، والمحاولة هذه كانت على وشك إنها تنجح لكنه نجا منها بعجوبة. بعد التحقيقات في الحادثة هذه حصلوا الشرطة بعض الممنوعات في حيازة جوني توريو، وفعلا قدروا انهم يسجنونه لمدة 9 أشهر على خلفية هالممنوعات. خلال هذه 9 أشهر طبعا رجع آل كابون مرة ثانية وأخذ زمام القيادة، لكن هالمرة الأمور كانت مختلفة، هالمرة فعلا حس الجميع ان القيادة صارت بشكل كامل في إيد آل كابون، وأنه فعليا صار الزعيم الحقيقي للعصابة. حتى جوني توريو بعد ما خلصت مدة حكمه وطلع من السجن بعد 9 أشهر حس أنه اكتفى من أعمال الجريمة والعصابات، وقرر أنه يتقاعد، وصار آل كابون فعلا خليفة جوني توريو بشكل رسمي. آل كابون من سنة 1926 صار هو ملك شيكاغو بدون منازع، مع أنه كان عمره وقتها 26 سنة بس، ومع تولي زمام الأمور بشكل كامل زادت أعمال العنف في المدينة بشكل واضح جدا. آل كابون رجع لأساليب الوحشية في التعامل مع أي مشكلة تواجهه، اللي ما يرضى يمشي على هواه راح تتم تصفيته بالقوة. آل كابون في هذيك الفترة كان عنده حراس وحماية أقوى من حماية الرئيس كالفين كولدج ذات نفسه، الرئيس الأمريكي في ذاك الوقت، لأنه كان عارف أنه إذا أرخى دفاعاته في أي لحظة أعداءه راح ينقضون عليه مباشرة. السيارة اللي كان يستخدمها آل كابون كانت عبارة عن سيارة كاديلاك فخمة معدل عليها عشان تكون مصفحة بشكل كامل، ممكن حتى نعتبرها دبابة أكثر من أنها سيارة من شدة تصفيحها. كان وزنها يوصل ل7 أطنان، وزجاجها أيضا كان مضاد للرصاص، وحتى النافذة الخلفية كان ممكن تنفتح إذا احتاج رجال آل كابون إنهم يطلقون النار على أعدائهم من داخل السيارة. آل كابون مع أنه كان أقوى رجل في شيكاغو، لكن بعده ما كان مسيطر عليها بشكل مطلق، يعني معظم سيطرته كانت على الجزء الجنوبي من المدينة، أما الجزء الشمالي فكثير من المناطق فيه كانت تسيطر عليه عصابات ثانية، عصابات منافسة. آل كابون بدأ يتحرك وشوي شوي يستحوذ على هذه المناطق الشمالية، وهذا أدى إلى صراعات أقوى وأشد. وفي هذيك الفترة دخل سلاح جديد على ساحة معارك عصابات المافيا، السلاح اللي يسمونه The Tommy Gun. هذا السلاح عبارة عن رشاش آلي من النوع الخفيف شوي، وخلى حروب العصابات هذه تدخل في حقبة جديدة من سفك الدماء. كان سلاح سهل الحمل والاستخدام، ويقدر يسبب ضرر كبير بسرعة جبارة. استمرت هذه الصراعات اللي كان آل كابون بالعادة له اليد العليا فيها، وكل ما حاولت السلطات أو الحكومة أنها تدين آل كابون بأي شيء من أعمال الإجرامية كانت محاولاتهم تبوء بالفشل، كان يطلع منها مثل ما تطلع الشعرة من العجين. الموضوع كان سهل جدا جدا عليه، اللي ما يرتشي أكيد إنه بيخاف، واللي ما بيخاف
راح تتم تصفيته. خطوات سهلة وفعالة إلى أقصى درجة في حل أي مشكلة أو اتهام يتوجه لآل كابون. مع كل هالعنف والصراعات، عملية إدارة آل كابون لأعمال الغير قانونية كانت عملية أشبه بإدارة شركة أكثر من أنها عملية إدارة عصابة. أعمال العصابات والعنف صح أنها موجودة، لكن التركيز الرئيسي كان على تنظيم إدارة الأعمال وزيادة الأرباح. كان الموضوع كأنه بزنس، عشان كذا يسمونها الجريمة المنظمة. أعمال غير قانونية لكنهم شغالين فيها بإطار وهيكلة منظمة. فهذا الجانب كان أكبر وأهم من جانب شغل العصابات. هذا الجانب اللي كان شغال عليه آل كابون أكثر. بس لأن بطبيعة الحال شغل العصابات والجرائم يسوي ضجة أكبر، فنسمع عنه أكثر. لو أقعد أحكيكم عن المعارك والحروب اللي كانت تصير بين عصابة آل كابون وغيرها من العصابات ما راح نخلص، مع أن كثير منها مثير للاهتمام. فعلى السريع راح أذكر لكم معركتين أو موقفين من أكبر المواقف اللي صار بين آل كابون وعصابة اسمها عصابة الجانب الشمالي في مدينة شيكاغو. عصابة الجانب الشمالي هذا كانت عندها عداوة كبيرة مع عصابة آل كابون. ففي يوم من الأيام لما آل كابون وجماعته كانوا نازلين لوحدة من المطاعم، فجأة حاوط المكان موكب مكون من 10 سيارات كلها متروسة برجال من عصابة الجانب الشمالي، وطاح ضرب النار على المطعم. رصاص المدافع الرشاشة شق الهوى شق المدينة كلها، سمعت صوت إطلاق الرصاص اللي استمر لمدة 10 دقائق بدون توقف. حولوا المطعم كله لثقوب من كثر الرصاص اللي أطلقوه عليه. في تقدير يقول إنهم أطلقوا حوالي 5000 رصاصة. الشيء العجيب جدا جدا، شيء يثير الغرابة يعني بشكل مش طبيعي، إن ولا إنسان واحد مات خلال هذه الحادثة. 5000 رصاصة على مكان واحد كلها متركزة في هالمطعم، ولا شخص واحد مات من وراها. أنا الصراحة ما فاهم كيف ولا إنسان واحد مات خلال كل هذا الطلق، بس شخص واحد انصاب وآل كابون تكفل بعدين بعلاجه. طبعا الكل كان نايم على الأرض لما بدأ إطلاق الرصاص، لكن معقولة يعني إن أفراد العصابة هذيلة كلهم ظلوا يطلقون فوق بدون ما يفكر ولا واحد منهم انه يطلق لتحت شوي على الارض؟ يعني شيء عجيب الصراحة، انا ما مستوعبنا. طلقوا 5000 رصاصة ولا قتلوا انسان واحد حتى. هذيل افشل رجال عصابة شفتهم في الحياة. ديم مان، والله ديم. طبعا بعد هالموقف خلاص آل كابون حطهم في راسه، وفعلا بدون ما ندخل في تفاصيل طويلة قدر انه يخلص على زعيم هالعصابة. بس طبعا هالعصابة ما انتهت بنهاية الزعيم، ورثها بعد زعيم جديد اسمه باكس موران. وظلت الصراعات مستمرة بين آل كابون وباكس موران الزعيم الجديد لعصابة الجانب الشمالي. ظلت العصابة هذه تسوي مناوشات وتسرق بعض حمولات الخمور التابعة لعصابة آل كابون. وبعد فترة قرر آل كابون انه جد دور على الزعيم الجديد باكس موران، وانه حان وقت التخلص منه. وهذا القرار راح يؤدي إلى واحدة من أشهر الجرائم اللي تنسب لآل كابون، الجريمة اللي معروفة باسم مذبحة يوم الفالنتاين، فالنتاين داي ماسكر. ليش تسمت بهذا الاسم؟ لأنها صارت بتاريخ 14 فبراير سنة 1929، يعني في يوم الفالنتاين. بس على عكس الهدايا اللي تم تبادلها في هاليوم واللي تكون عبارة عن شوكولات وأشياء لطيفة، هذاك اليوم قرر آل كابون إنه يهدي باكس موران وعصابته هدية من الرصاص المغلف بالدم. لكن من حسن حظ باكس موران انه وصل متأخر على هديته. هذاك اليوم كان رجال آل كابون مسويين كمين لباكس موران وافراد عصابته في واحد من مستودعاتهم. 2 من رجال آل كابون دخلوا على المستودع وهم متنكرين بزي رجال الشرطة، وامر رجال عصابة باكس موران اللي موجودين داخل المستودع انهم يعطوهم ظهورهم ويصفون على الجدار بدون اي حركة. طبعا افراد العصابة اللي كانوا في المستودع واللي كان عددهم 7 حسبوا ان هذه مجرد غارة شرطة عادية، فانصاعوا للاوامر، رفعوا ايدينهم على الجدار بدون حركة واعطوهم ظهورهم. في هذه اللحظة دخل 2 ثانيين من رجال آل كابون بملابس عادية، ومع الرجلين اللي كانوا متنكرين بزي الشرطة فتحوا النار على رجال باكس موران 7 اللي كانوا عاطينهم ظهورهم، وصفوهم في مكانهم مباشرة. أطلقوا حوالي 70 رصاصة عشان يقتلون 7 أشخاص على بعد مسافة أمتار منهم. العملية هذه على دمويتها
كانت تقنيا تعتبر عملية فاشلة، لأن الهدف الرئيسي كان التخلص من زعيم العصابة باكس موران، ويعتقد أن رجال الكابون حسبوا آخر شخص دخل للمستودع كان هو باكس موران، لأنه كان يملك نفس بنية جسمه ولابس معطف وملابس شبيهة بالملابس اللي يلبسها باكس موران بالعادة. فعلى ما يبدو أنهم حسبوه دخل المستودع، بس هو في الواقع ما كان موجود. كان المفروض أنه يجي للمستودع عبكر، بس تأخر لسبب ما، وسبحان الله هذه التأخيرة أنقذت حياته. طبعا المذبحة هذه تصدرت عناوين الصحف في كل مكان. موت 7 أشخاص بهالطريقة كان شيء صادم لكل المدينة، خاصة أن أعمال العنف خفت خلال الفترة الماضية. أصابع الاتهام على طول توجهت لآل كابون، لكن آل كابون كان أوريدي حاسب حسابه وكان مسافر لولاية فلوريدا عشان تكون عنده حجة في حال أن أي حد حاول يتهمه بالجريمة هذه. لكن بعد هاي المذبحة الدموية العنيفة، حط آل كابون على نفسه هدف كبير من قبل السلطات. صارت بعض الأحداث بعدها، لكن عشان ما أطول أكثر في الفيديو، سنة 1930 آل كابون صار مصنف من قبل الـ FBI على أنه عدو الشعب الأول. الحكومة الفيدرالية كانوا يحاولون بشتى الوسائل والطرق أنهم يثبتون عليه أي تهمة كانت، لكن ما كان في شيء راضي يلصق فيه. كان دائماً يقدر يطلع من أي تهمة يرمونها عليه، ما يقدرون يحصلون عليه أدلة كافية، مع أنه الكل كان عارف بجرائمه. حالة فريدة من نوعها. أخيراً وبعد محاولات كثيرة قدروا يثبتون عليه واحدة من التهم، لكن ما كانت تهمة بجريمة ولا تهمة بأعماله الغير قانونية، وإنما تهمة تهرب من دفع الضرائب. تخيل بعد كل هذا ما قدروا يثبتون عليه غير تهمة التهرب من دفع الضرائب. شيء يضحك والله. لكن مع كل هذا كانوا عارفين أن آل كابون بيحصل وسيلة عشان ينفذ من هالتهمة، والوسيلة اللي توقعوا انه راح يستخدمها هي رشوة وتخويف اعضاء هيئة المحلفين اللي راح يكونوا مسؤولين عن اصدار الحكم عليه في قاعة المحكمة. وفعلا آل كابون قدر انه يوصل لكل واحد من افراد هيئة المحلفين، وقدر انه يرشيهم او يخوفهم عشان يحكمون لصالحه. لكن القاضي سوى حركة ذكية جدا. في يوم المحاكمة القاضي راح وغير كل أفراد هيئة المحلفين. التغيير هذا كان مفاجئ وبدون أي إعلام مسبق. هني توهق البطل، صارت قدام صاحبنا هيئة محلفين جديدة ما يعرف ولا واحد فيهم، وبدأت المحاكمة وثبتت عليه تهمة التهرب من دفع الضرائب. والقاضي أصدر حكم بسجنه لمدة 11 سنة، واللي يعتبر أقوى حكم صدر على شخص بهذه التهمة في التاريخ، تهمة التهرب من دفع الضرائب. بالعادة الأحكام على هذه التهم تكون أقل من كذا، لكن القاضي طبعا أصدر هالحكم لأنه كان عارف طبيعة جرائم آل كابون، ما كان يحاكمه على تهمة التهرب من دفع الضرائب وبس. لكن في نفس الوقت بعد ما كان يقدر يعطيه حكم مؤبد أو شيء من هالقبيل على تهمة مثل هذه. وفعلا دخل آل كابون السجن في سنة 1931 وعمره 32 سنة، لكن دخوله للسجن ما خلاه ينقطع بشكل تام عن أفراد عصابته. كان بعده لازال يدير الأمور إلى حد كبير حتى من وراء القضبان. بعد ما شافوا المسؤولين أن الأمور ماشية بهالطريقة، قرروا سنة 1934 أنهم يرسلوه إلى سجن الكاتراز، السجن اللي تكلمت عنه في فيديو سابق، السجن اللي مبني على جزيرة صغيرة محاطة بالماي من كل اتجاه، واللي كان يعتقد أنه أكثر سجن محصن في العالم، لحد ما طبعا صارت عملية الهروب الكبيرة اللي تكلمنا عنها في فيديو سابق. فلما دخل آل كابون لسجن الكاتراز، خلاص هني دخل عالم جديد تماما من العزلة، ما كان حد يعرفه، وهني مستحيل يكون بينه وبين العالم الخارجي أي اتصال. هذا هو السجن اللي يعتبر نهاية المطاف، اللي يدخله ما يقدر حتى إنه يحلم بالعالم الخارجي. لكن نهاية آل كابون ما كانت عند سجن الكاتراز، في الواقع كانت نهايته أسوأ بكثير. آل كابون بسبب نزواته ومعاشرته للعاهرات وغيره انتقل له مرض جنسي اسمه الزهري. هذا المرض بالعادة لو تم اكتشافه بشكل مبكر فممكن يعالج بطرق سهلة، لكن مشكلته انه ما يبين دائما، ما يكون واضح. هالمرض ممكن يكون موجود في جسم الانسان ويظل خامل في جسمه لمدة سنين طويلة وفجأة يتفعل. وفي حالة آل كابون فعلا ما بين عليها المرض
إلا بعدين وهو في سجن الكتراز. هني عاد يكون المرض دخل في مراحل متقدمة، علاجه ما صار بسيط. هذا المرض لما يستشري يبدأ يدمر خلايا الدماغ ويسوي له تلف كامل. عقل آل كابون بدأ يختفي شوي شوي. في سنة 1939 وبسبب تردي حالته العقلية تم تحويله من سجن الكتراز إلى سجن أقل تحصيناً عشان يحصل رعاية طبية أحسن شوي. وبعدها في نفس السنة تم إطلاق سراحه، مع أنه كان لازال باقي له سنتين على حكمه، بس أطلقوا سراحه بسبب تردي حالته العقلية وأنه خلاص يعني ما يقدر يسوي شيء حتى لو كان يريد. تشخيص الأطباء الأخير يقول أن مستوى عقل الكابون صار بمستوى عقل طفل في عمر 12 سنة، يعني تردت حالته بشكل عنيف جدا، وظل يعاني مع هذا المرض لبقية حياته لحد ما مات في سنة 1947 وهو بعمر 48 سنة بسبب سكتة قلبية. فشوف سبحان الله كيف كانت نهايته مأساوية وحقيرة مقارنة بحياته الإجرامية الكبيرة اللي عاشها. مع ذلك سمعته وتاريخه ظل يتردد إلى يومنا هذا، وصار واحدة من أشهر الشخصيات التاريخية اللي مرت على العالم. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أعتذر جدا أني طولت هالقد، صراحة ما كنت مخطط أبدا أن الفيديو يكون بهالطول، بس ما أدري شو يصير لي، مرات لما أتعمق في المواضيع كذا أحب أقولكم التفاصيل اللي أحصلها، وهذا كله وأنا أحاول بعدني أني أختصر، يعني كان بعدها في خاطري أحداث أقولكم إياها، بس خلاص نكتفي بهذا القدر. المهم لا تنسوا تشيكون على تطبيق ستوري تيل اللي موجود تحت، مثل ما قلت لكم في عندهم كتاب صوتي رائع عن آل كابون، وفي أحداث كثيرة أنا ما ذكرتها تقدرون تحصلونها في الكتاب، وطبعا عندكم غير آلاف الكتب الثانية اللي تقدرون تستمتعون فيها، وعندكم فترة 30 يوم اشتراك مجاني، فاستغلوا الفرصة. طبعا بما أنكم وصلتوا لهني أعتقد أن الفيديو عجبكم، فلا تنسوا تضغطوا زر اللايك، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.